كانت مشاركتي مع هيئة الأمم المتحدة في إطار تدريب مدربات للنساء ضد العنف الرقمي، وكانت المشاركة متاعي خاصة بتدريب المدربات وتدريبهن على تقنيات التدريب. فكانت الرحلة دامت 5 أيام، كانت حول المحاور العامة، إنه إحنا شفنا الإطار العام، شفنا كيفاش نقوموا بتقديم معناتها دورة وكيفاش نحضروا للدورة، وشفنا بعد محور معناتها مهم جدا اللي هما العناصر الأساسية معناتها للدورة، والعناصر الأساسية هذوما أخذينا بهم المنحة إلى مراحل إعداد الدورة التكوينية. أخذينا المحاور كالآتي: أخذينا المحور الأول كان محور الإطار العام، المحور الثاني كان حول عناصر التكوين اللي هم يتمحوروا حول المدرب والمحتوى والمتدرب. في مرحلة أخرى خذينا المراحل، مرحلة الأعداد، مرحلة الإنجاز، مرحلة التقييم وخصائص كل مرحلة فيهم، إلى الوصول بعد ذلك إلى تحليل شخصية أو خصائص المدرب، وكذلك الأدوات والأساليب اللي نجم يستعملها. مرينا كذلك بالمحتوى وأهمية المحتوى وأساليب إعداد المحتوى للتدريب، إلى أن وصلنا إلى التعرف على أنماط شخصيات المتدربين وكيفية التعامل معهم، وخاصة أنماط الشخصيات بين ظفرين يعني الصعبة منها، وكيفية كذلك التعامل معها. بهذا كانت الدورة كاملة، كانت دورة مهمة جدا جدا. كان التعرف على شقيقاتنا من ليبيا كان مثري، كان التعرف كذلك على الفاعلات التونسيات هني كانت شخصيات يعني مهمة، وكان تفاعل مثير جدا ومثري جدا بين الليبيات وبين كذلك التونسيات، وكان المستوى رفيع إلى درجة أنه حتى من المحتوى كان يعني في مستوى الانتظارات وأكثر. اللي نتوقعه من المشتركات أنهم هما باش يواصلوا الرحلة، باش يستعملوا الأدوات اللي تمرن عليهم في التكوين هذايا، على خاطر التكوين ما كانش تكوين يعني نظري، كان تكوين تطبيقي. واليوم المشتركات كلهم عندهم القدرات اللازمة باش أنهم يقوموا بتدريب يعني على مستوى رفيع، باش يكملوا في المسيرة متاعهم ويكملوا في مهمة نشر المعلومات اللي تلقاوها مع زميلاتي أو معايا أنا، في نشر المعلومات الهامة اللي باش تفيد النساء ونساء اللواتي تعرضنا يعني إلى العنف الرقمي.